مرسوم رقم 150 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2023 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى، يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية يوم الأربعاء 15 المحرم 1445 هجري الموافق 2 أغسطس 2023 ميلادي. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 13 المحرم 1445 هجري الموافق 31 يوليو 2023 ميلادي. وبتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي 17 تنتهي جلسة اليوم، وبالتالي ترفع الجلسة. كل عام وأنتم بخير.